المبارح يوم الاربعاء الى العبد السلام خميس الخميس القادم الى العبد السلام باكر صحم باكر صحم بطحة يعني العجيد ابو شافع وابو هزاع خلاص باكر مصنعة باكر بركة باكر في يوم يا ابو سعيد السبت يا المرزوقي لا طالع نكري انا عندك عند وقيتك عند امكانياتك عند امورك الخاصة يوم السبت المرزوقي ضيان البوارح ان شاء الله يوم الاحد واحد قال لي بيناتك الاحد وادعو ثمان ايران صغيرات صغار لحصان لحصان يا حبيبي لحصان وينك 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 لحصان وولد فرعون ولد فرعون الثور الاسود لحصان يا هوا لحصان يا اهل الهوى لحصان يا مطرب لحصان يا فنان لحصان يا راعي الدوحة ريح بالك وانكس عقالك ويقولون يوم شافونا في السوق ناكس عقالك وتبربش بعويناتك راعي الدوحة يا رب ارمس يا بابا ارمس خلاص خلي الرجال راسه على راسه ما لكم على الهوى ما لكم على الطرب ما لكم على الفن ما لكم على الزين ما ياه 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 روح 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 يا نواري روح ارجوك وخر عني جاي معنا هل يعقل يا ناس واحد زارنك من دولة مجاورة لما تيب هني تخلي على الرملة لا حصير لا كرسي لا شيء ما معقولة والله ايش هذا يا ابو حمود يدخل البطران ويدخل الطبطان شركة الدولون يا ما أقول هاول يا أخي.